ينضم إلينا من رام الله باسم أمو أسامية، الكاتب والباحث السياسي. أهلا بك سيد باسم. يعني نستمع إلى الأصوات والحرب الدائرة والاشتباكات والمعارك في قطاع غزة، ماذا تعليقك على هذه المشاهد؟ أنا أعتقد، بعد صباح الخير لكم جميعا وتحياتي لك والمشاهدين. الواقع أنه الحرب يمكن أن تكون لم تبدأ الحرب الحقيقية معاً كما هو واضح، ولكن يبدو أنه القوات الاحتلال الإسرائيلي أو نتنياهو يعني يحاول أن يستغل الوقت وأن يحدث أكبر عدد ممكن من الإصابات والتدمير في لدى أهالي غزة لكي يحاول أن يكسب الوقت قبل يعني ما قيل عن أنه سيكون هناك هدنة إنسانية لإدخال المساعدات الغذائية، وكذلك كما تقول الولايات المتحدة إطلاق سراح بعض المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. ولذلك الساعات القادمة ستكون حادة وحاسمة، و يمكن انه كما ايضا انه الاسرائيليين او الجيش الاسرائيلي لم يحقق التقدم الذي قال انه يسعى الى تحقيقه من خلال هذه الحرب. يعني رغم فشله بالغزو البري، لماذا يستمر نتنياهو بهذا التكتيك؟ يعني كما تعلمين انه القوات الاسرائيليه اخذت او نتنياهو يعني اتخذ من المساله كقضيه شخصيه لكي يطيل امد الحرب، وكلما اطال امد الحرب كلما اعتقد انه بعيد عن المحاكمه وبعيد عن عمليا محاسبته من خلال اقصائه، لان هناك احتجاجات لدى الشارع الاسرائيلي الان على انه ورط اسرائيل في حرب لم تكن في الحسبان. كان يعتقد انه يمكن ان ينجز هذه الحرب كما هو يظن خلال فتره بسيطه، ولكن ثبت العكس تماما، ولذلك هو يحاول احداث اكبر عدد من الخسائر البشريه والبنيه التحتيه في قطاع غزه لكي يقول للعالم اننا الان في خضم هذه الحرب، ولكن هو لم يحقق ما كان يخطط له بمساعدة الولايات المتحدة طبعا. وهذا يبين أيضا أنه ليس لديه أي خطط مستقبلية لهذه الحرب. يعني هذه هي الحكاية، هذه القصة، لأنه طالما منذ بداية الحرب والولايات المتحدة وإدارة بايدن والخبراء العسكريين في أمريكا يطالبون نتنياهو أن يقدم لهم خطة إلى أين ستمضي هذه الحرب وكيف ستكون نهاية هذه الحرب، لكنه ليس لديه إجابات. هو يعني لا يقدم أي توضيحات ولا أي إجابات ويتلاشى، يعني يحاول أن يبتعد عن تقديم إجابات لأنه ليس لديه خطة. أنا أعتقد أنه هذه أحد أسباب الخلاف الذي نشأ في الفترة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، عن أنها يجب أن تكون لديها خطة لما بعد الحرب وإلى أي مدى ستمضي هذه الحرب، وليس فقط أن يذهب باتجاه تدمير البنية التحتية وقتل الأبرياء. هذه هي المسألة التي تضع الآن نتنياهو في الزاوية، ويمكن أن تؤثر على مستقبله في الأيام القادمة كما هو واضح. طب هل ممكن أن يصل هذا الخلاف بين أمريكا وإسرائيل إلى وقف الدعم لإسرائيل في هذه الحرب تحديدا؟ لا أعتقد أنه هذا قد تؤدي إلى هذه المرحلة، ولكن الخلافات، لأنه أيضا الولايات المتحدة تعتبر أن امتداد هذه الحرب وطول أمدها يؤثر على أمنها القومي، لأنه لديها مصالح في المنطقة وهي تريد أن تعيد علاقاتها مع الشرق الأوسط كما كانت في، ولكن نتنياهو يمنع هذه المسألة ويعني لا يريد الاستماع إلى المطالب الأمريكية، ودائما كانت تقول له الإدارة الأمريكية إن نريد منك أن يعني تحدثنا أو تقول ماذا لديك في الأيام القادمة، ماذا لديك من المستقبل. لا يجوز أن
أي زعيم أن يدخل حرب ولا يعرف نتائجها وإلى أين تمضي، ولذلك الخلاف يعني قد يحدث وقد يتصاعد ولكنه لن يصل إلى حد القطيع، لأنه كما تعلمين الولايات المتحدة وإسرائيل في حلف استراتيجي لن يتزعزع، وأنه الرئيس الأمريكي قال أنه سيواصل دعم إسرائيل مهما كلف الأمر، ولكن نتنياهو يحاول تجاهل هذه المطالب، وأعتقد أنه هو وحده الذي يدير الحرب وعلى الآخرين أن يتبعوا لما يقول. طيب لماذا قفزت أمريكا باستنتاجاتها إلى ما بعد الحرب أو مستقبل غزة بعد الحرب؟ لأنه هي لديها القاعدة الآن، اتفق الإسرائيليون والأمريكيون على المضي قدما حتى كما يقولون القضاء على حماس، لأنه القادة الإسرائيليين والقادة الأمريكيين يقولون أنه لن يكون هكذا، يعتقدون لن يكون مستقبل لحماس في حكم قطاع غزة، ولذلك منذ الأسبوع الأول كان الإدارة الأمريكية وخبراء العسكريين والكونغرس يناقشون خطة اليوم التالي لما بعد الحرب. الآن عمليا هم يريدون أن يعني إسرائيل ورطت واشنطن في مسألة لا يعرف ما ماذا يخبي لها المستقبل، هي تريد أن تكون على بينة من هذا الأمر، لأنه هم الطرفان متفقان على أنه لن يكون لحماس مستقبل سواء سياسيا أو عسكريا في المنطقة، ولذلك عليهم أن يبحثوا عن من سيدير هذه المنطقة من قطاع غزة فيما بعد انتهاء الحرب.